Alors, faites le module. Qu'est-ce que nous avons fait l'histoire, le hodoria. Nous avons aussi un module qui est la partie électrique, le véhicule automobile. Les radins chauffés, les lois de l'électricité, la batterie ou les systèmes électriques, les véhicules, les systèmes de charge ou systèmes de démarrage. Okay. Wendy. Système d'éclairage et signalisation. On dit les circuits d'accessoires. Les accessoires, les essuie-glaces, les vitres, les ajouts okay. L'alarme, la radio. Et toute autre chose. Et de Coulomb, les circuits électriques d'accessoires. Knegna, ça veut dire l'électricité, c'est quoi? Ou Mitchell. اللي هو واقعي قلنا ودي الى جبنا ان فيل الكتريك خيط ديال الضو دايز فيه الالكتريسيتي الكهرباء ومثلا واحد فيكم كان شاد في واحد الطرف من هذيك لاطاب اللي هي ميتاليك معدنيه وقصتها بهذوك الخيوطات ديال الضوء في الطرف الآخر. قلنا هذاك الشخص اللي كيشد في الطرف الثاني غادي توصلو هذيك الكهرباء، يعني حدث لها انتقال. وباش فسرناه قلنا غنحاولو نتخيلو انه غادي نديرو ديك لاطابل سو لو تيليسكوب، وغنلقاو انها بحالها بحال اي ماده تتكون من ذرات، وهذوك الذرات عندهم طبقات طاقيه كيتحركوا فيها دي زيليكترون الالكترونات، وهذيك الطبقه الخارجيه اللي على برا ديال الذره كامله هادوك لي زيليكترون ديالها. اوكي، الا كانوا عندهم القابليه انهم ينتقلوا من ذره الى اخرى فاحنا كنقولوا انهم الكترونات حره، دي زيليكترون ليبر. اوكي، دي زيليكترون ليبر. هاد لي زيليكترون يعني الحركة ديالهم، يعني من ذرة إلى أخرى، هذاك يعني لو موفمون ديالهم أوكي هو اللي كنسموه الكهرباء. إذن كنا اتفقنا كاملين على أنه الكهرباء هي الحركة ديال لي زيليكترون بين الذرات، سي لو موفمون دي زيليكترون اونتر لي اتوم، وهاد لي زيليكترون هما اللي كيكونوا ليبر بطبيعة الحال. ومن بعد رجعنا لا طابل اللي هي مصوبة من اللبوة من الخشب. قلنا فاش كنديرو نفس لاكسيون، يعني كنقيسوها بهداك الخيط
فداك الكابل ديال الضوء ما لا تنتقل الكهرباء، مع العلم أنه لو هو بحاله بحال أي مادة، حتى هو يتكون من ذرات وعندهم دي زيليكترون كيضرب بالنواة ديالهم، وعندهم دي زيليكترون اكستيريور في لاكوش اكستيريور، ولكن ما كتنتقلش الكهرباء. علاش؟ لأنه هادوك لي زيليكترون ما يتعلمش القابلية أنهم ينتقلوا مرات إلى أخرى، يعني إن سون با ليبر، ماشي دي زيليكترون ليبر. هذا هو اللي كنا فسرنا به داك النهار حضوريا، وقلنا أنه جسم موصل هو الجسم الذي يتكون من ذرات لها أو لا عندها إلكترونات حرة أي قابلة للانتقال. وقلنا هذاك الانتقال ديال لي زيليكترون من ذرات إلى أخرى، ياك قلنا عليه هو عبارة عن قفز، يعني الإلكترونات تقفز من ذرة لأخرى. وفسرنا علاش، قلنا ودي لماذا، قلنا السبب لأن بين الذرات يوجد فراغ، لا توجد مادة، وبسبب غياب المادة كنقولوا الفراغ. هذا هو التعريف ديال الفراغ، هو غياب المادة، يعني هذاك الانتقال هو عبارة عن قفز من ذرة إلى أخرى، وهذاك القفز هو نتيجة لهذاك إما تنافر إما تجاذب أو كلاهما معا، يعني إما الذرة كتكون نافرة لهذاك الإلكترون في الطبقة الخارجية ديالها لأنه زايد عليها، او لا كينتقل لواحد الذره اللي هو خاصها هي وغاديه. وهذاك قلنا داك السيل او داك الجيش ديال لي زيليكترون اللي كينتقل بين الذرات هو اللي كنسموه الكهرباء. بمعنى اخر نقولوا عندنا كهرباء كثيرة إذا كان عدد ديال لي زيليكترون كبير، وكنقولوا عندنا كهرباء قليلة إذا كان عدد ديال هاد لي زيليكترون اللي كيتحركوا قليل. هذا هو التفسير أو التعريف ديال الإلكتريسيتي. هذا التعريف غادي يعاوننا باش نعرفوا واحد معايير اخرى عندنا في الالكتريسيتي. شنو هي هاد المعايير؟ هي لا طونسيون اللي هي لامبيراج، لا طونسيون اللي هي لو فولتاج عفوا، ولانتونسيتي اللي هي شدة التيار اللي هي لامبيراج، اي لا ريزيستانس. بغينا نعرفوا هاد الثلاثة ديال المعايير اللي غادي نخدموا بهم كلهم في الضوء. خلاص هاد الرسوم اللي قدامكم هما كيشكلوا لينا يعني لي زيليكترون، لان هنا في هذه الصوره هذه لي زيليكترون، كيدوروا لي حول النواه ديال الذره autour du noyau de l'atome.
Alors, Néa, qu'est-ce que je veux dire quand je fais les images? Non, il y a l'atome, l'essor, l'énorme, ok, en plein gauche. C'est un atome qui a de charge neutre, c'est-à-dire d'un rat, moustaquera. Et nous, c'est l'adat des protons, ou nous, c'est l'adat des نوتر يعني متعادلة الشحنة، الشحنة ديالها محايدة. فاش كتفقد جوج ديال لي زيليكترون ولا عندها لي بروتون كبر من لي زيليكترون، يعني ولات عندها الشحنة موجبة. يعني إلا حيدنا أربعة حيدنا منهم جوج، بحال بقاو عندنا جوج ديال لي بروتون زايدين، يعني ولات الشحنة ديالها موجبة. هاد لاطوم هادي اللي عندها شحنة موجبة، شنو اللي غادي يوقع لها؟ هي دائما كتقلب باش تولي عندها تعادل، يعني هادي منطقيا غتولي كتدير تجاذب مع لي زيليكترون اللي دايرين بها، لحقاش خاصين مازال جوج. جهتين تانية هادي العكس، هادي كانوا عندها أربعة وتزادوا لها دوطخ إلكترون ولات عندها شحنة سالبة، وحتى هي بدورها إلا لقات كيفاش تنفر هاد لي زيليكترون اللي زايدين راه كتطلقهم، يعني ولكن باش هي تطلقهم خاصها تتلاقى مع واحد الذرة اللي خاصها لي زيليكترون بحال هادي. يعني غادي تولي هاد لاطوم عاطية لهادي لي زيليكترون اللي زايدين عندها. هذيك الحركة ديال لي زيليكترون هي اللي سميناها حنايا الكهرباء. يعني الفكرة باش كنخلقوا حنايا كهرباء، بحال تقول كندير واحد التلاعب على هذوك لي زاتوم. يعني كاينين لي زاتوم اللي كنحاولوا نديروا ليهم تجاذب ونحيدوا ليهم لي زيليكترون ديالهم، وكنحاولوا نلصقوهم في دوطخ اتوم باش كيوليو دائما هادوك لي زيليكترون خاصهم يعاودوا يرجعوا لهادوك لي زاتوم الاصليين اللي كانوا فيهم. هذاك الرجوع ديالهم بطبيعة الحال ماشي غير يرجع واحد ولا جوج، راه كيرجعوا واحد الاعداد اللي هي كبيرة بزاف، وهذيك الاعداد كبيرة بزاف هي اللي كتخلي الكهرباء كتكون يعني واضحة عندنا، أنه كيبان لك الضوء كتير. دابا بغينا نعرفو لاطونسيون، شنو هو المقصود بلاطونسيون؟ اللي هي لا ديفيرونس دي بوتونسييل، هي فرق الجهد، وهي لو فولتاج. يعني راه تخوا نون اللي كاينين عندها، لا طونسيون اوكي هي التوتر، والاسم الثاني لا ديفيرونس دي بوتونسييل هي فرق الجهد، والاسم الثالث اللي معروف عند الناس وسهل هو لو فولتاج. علاش؟ لانه الواحده ديالها هي لو فولت، كنقولوا شحال من فولت هنا. هنا عندنا واحد التفسير ديال هاد لو فولتاج. ردوا معايا البال لهاد ليماج اللي كاينه افوتر غوش، هادي دابا الى هذا وهذا مقادين سي بون. بما انهم قادين، يعني الى حلينا هاد لو روبين اللي كاين بيناتهم هنا، السؤال اللي غادي نقوله واش غيكون عندي يعني واحد الحركه ديال الماء من هنا لهنا او من هنا لهنا؟ يعني ما غاديش يكون. علاش؟ لانهم قادين، يعني هنايا لا طونسيون اللي كاين عندي هنايا ايغال ا زيرو، حقاش الا شدينا هذا ناقص هذا كيعطيونا زيرو،
ما لأنه قد هنايا قد هنا، اللي شفنا هاد الشمالي علم ديالكم، هادي عندنا هنايا 3 وعندنا هنايا 1 ونص، ولا لاقينا بيناتهم منطقيين غادي يولي الما كيمشي من هنايا لهنا، يعني غيولي عندي واحد الحركة من جهة، من جهتين تانية انه لا طونسيون اللي كاينة بين هاد النقطة وهاد النقطة هي الفرق، يعني كنديرو 3 اللي هي المجموع ديال هادو ناقص واحد ونص، عفوا ناقص 1 ونص هي 3 فولت، هذا هو لا طونسيون هي فرق الجهد بين هنايا وبين هنا، سي بون. وهاد لي باراغراف اللي مكتوبين هنايا لهاد لي الفقرات اللي مكتوبين هنا هما كيشرحوا هاد الشيء اللي قلت لكم اون فرونسي بطبيعة الحال. هنا في هذا الشيء هذا الا غطيتو البال ما عنديش واحد اللي كيليبر بين هنا وهنا، يعني هذا لو روبين اللي كاين عندي هنا الا حليناه غيبدا الماء غادي لي، اعتبروا هذا الماء هو لي زيليكترون، غيبقى غادي حتى كيتقادو، فاش كيتقادو بهذا الشكل هكذا اوكي، فاش كيتقادو ما غاديش يبقى يتحرك ليا الماء، فاش كيولي قد هنا قد هنا ما غاديش يتحرك ليا الماء، هذا هو المعنى ديال لا طونسيون هنايا كاين عندي هنا اون طونسيون، يعني هاد الشيء اللي هنا ناقص هاد الشيء اللي هنا، يعني لا طونسيون هنايا تساوي كاع هاد من هاد النقطة هادي حتى لهنايا، هذا هو الذي تساوي، باش حلينا لو روبيني بدا الماء غادي تقادو، فاش كيتقادو ولات عندنا لا طونسيون ايكال ا 0، لحقاش هذا ناقص هذا تساوي 0، شنو كنستافدو انه بحال الماء بحال لي زيليكترون، فاش كيتقادو هادوك النقط بحال لا باتري مثلا كيتقاد البلوس مع الموان في العدد ديال لي زيليكترون، اذا صافي ما كيبقاش عندك الضوء يتحرك، يعني ما كيبقاوش يتحركوا هادوك لي زيليكترون، خاص دائما لي زيليكترون يكونوا كتار ياك في القطب السالب باش كيبقاو يتحركوا جهة القطب الموجب، لانهم هما دائما كيمشيو الى الشحنة الموجبة، علاش؟ لانه لي زيليكترون الشحنة ديالهم سالبة، هذا هو المقصود بلا طونسيون او لا الفولتاج او لا ديفيرونس دو بوتونسييل. وبطبيعة الحال عندنا الجدول ديال التحويل، حقاش عندنا لو فولت وعندنا الميكرو فولت عندنا الميلي فولت عندنا الكيلو فولت، اوكي مازال غادي نستعملو هادو في التمارين مستقبلا ان شاء الله.
La fréquence, غادي نخليوها لواحد الحصة أخرى باش نفهموها مزيان وحدها إن شاء الله. غادي نخليو الهاتف بوحدو لحقاش باقي ما واقفينش عليه حاليا. دابا شفنا لا طونسيون، خاصنا دابا نشوفو لو كورون او لا لانتونسيتي، ومن بعد غادي نشوفو لا ريزيستانس. قبل ما ندوز لامبيراج ندير لكم سؤال، ياك السؤال ديالي واش فهمتوا شنو هي لا طونسيون؟ قبل ما نكمل، اسكو فو زافي بيان كومبري سي كوا لا طونسيون؟ Alors on continue. Gna. Deuxièmement, le courant. Le courant électrique. والتيار الكهربائي. هذا الاسم الأولي. الاسم الثاني l'intensité du courant. يعني شدة التيار. الاسم الثالث هو لامبيراج. هادو ساهل في التعريف ديالو. لو كورون او لانتونسيتي او لامبيراج هو العدد ديال لي زيليكترون اللي كيدوز فواحد الموصل كهربائي في واحد الوقت معين. بلغة أخرى هو اللي كنقول إحنا بالنسبة لواحد النهر معين، كنقول عنده واحد الصبيب ديالو، يعني وكي كيتمشى فيه الماء بواحد الصبيب ديال مثلا كنقول 30 لتر بار سكوند. أوكي، راه لامبيراج هو هذا نفسه بحاله، انه عندنا واحد القيمه ياك ديال لي زيليكترون كدوز بار سكوند. هذيك القيمه بار سكوند هي اللي كنقولوا حنايا امبير. واحد امبير كيف ما قدامكم هنايا، فاش كنقولوا واحد مثلا واحد التيار راه لامبيراج ديالو هو واحد امبير، هو هاد العدد هذا ديال لي زيليكترون. اوكي، هنا عندي مليون، هنا عندي مليون، هنا عندي مليون، ياك هنا عندي بالملايير، هنا عندي بالملايير ديال الملايير، ياك سي بون. هي ستة الملاير، ستة الملاير
و250 ألف مليون مليار ديال المليار هي ستة، أو اللي بغينا نقوله هي 6250 مليون مليار إلكترون. هذا هو أمبير واحد، عقلوا على ده غير جوست بوغ. هذا أمبير واحد هو 6250 مليون مليار إلكترون. هذا ملي يعني فاش كنقولوا واحد الخيط او اللي واحد الكابل راه دايزه فيه 20 امبير، راه كل امبير كيسوى هذا العدد هذا، يعني هو عدد ديال لي زيليكترون اللي كيدوزو، ياك اللي كيدوزو في ان سكوند، يعني بار سكوند. يعني فاش كنقولوا 20 امبير يعني كل ثانيه راه 20 امبير كدوز، وكل امبير هو هذا العدد هذا. كنظن راه سهله بالنسبه لكم يعني الفهم ديال هذه القضيه ديال لامبيراج. شنو اللي غادي يبقى لنا دابا بالنسبه للوات؟ غادي نخليه تنديرو لا ريزيستانس، هو اللي لحقاش الوات كنحسبوه لا بويسونس، القدرة الكهربائية. مثلا هنا إلا رديتو البال، لامبيراج اللي عندي هنايا مع لامبيراج اللي عندي هنا في هاد الصور اللي على اليسار ديالكم، هنا عندي لامبيراج ناقص، يعني هاديك العدد ديال لي زيليكترون اللي غادي يدوز، هنايا قليل، وهنا العدد ديال لي زيليكترون اللي غادي يدوزو هنايا كثير. اذا لامبيراج هنايا قليل ولامبيراج هنايا كثير، داكشي علاش فاش كنشوفو الكابلات ديال الضو كلما كيغلاض الكابل كلما كنقولو راه لامبيراج كيطلع، والعكس. يعني فيما كتكون واحد لاباراي اللي عرفناها كتاكل امبيراج كبير، خاصنا نديرو ليها الكابل ياك اللي السمك ديالو كيوافق هذاك الامبيراج ديالها. مثلا واحد لاباراي كتجر مثلا 10 امبير، الى درتي ليها الخيط كيدوز غير 2 امبير ماكسيموم، هذاك الخيط راه غادي يدوب، ما غاديش يستحمل هذاك السيل ديال 10 امبير. ولا خديتي اباراي اللي كتاكل 2 امبير ودرتي لها خيط ديال 10 امبير، راه بطبيعة الحال غادي يدوز لك هو 2 امبير. ولكن شنو هو الديفو؟ غيدوزها ولكن غدوز ثقيلة، غدوز واحد السرعة اقل. لذلك خاصك دائما في الاختيار ديال الكابلات او الخيوطه اللي في الالكتريك خاص يكون ياك ما يكونش كبير بزاف على القياس اللي بغينا ياك، وما يكونش صغير بزاف. هذا انتيغدي بعدا، انتيغدي انه يكون قل من هذاك القطر المناسب لهذاك لو كونسوماتور، لهذاك المستهلك الكهربائي. هذه بعدا غير مسموح بها. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Est-ce que vous avez des questions sur cette question de l'ampérage?
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Là aussi, là. Alors, on dozo le haja le telta li hiya la ri بالنسبة للوقت كاع إلا بغينا ندوزوه الوقت دابا شفتو لا طونسيون ياك اللي هو الفولتاج وشفتو لو كورون أو لانتونسيتي اللي هو لامبيراج لا بويسونس الوحدة ديالها هي الوات هي الضرب ديال الفولتاج في لامبيراج كيعطيك شحال من واط شي اللي كاين يعني الا شديتي شي اباري كيف ما بغات تكون مكتوب فيها مثلا 50 واط ياك والضو ديال الدار بطبيعة الحال هو 220 فولت كنشدو 50 واط كنقسموها على 220 باش تعطيك شحال ديال لامبيراج اللي كيستهلك هذاك هذيك لاباري تو سامبلومون وبطبيعة الحال هنا في لي ميزور يعني في الأبار ميمكنش لينا نعبرو شحال من أمبير غير نجيو نعبرو منطقيا قلنا الأمبيراج هو العدد ديال لي زيليكترون اللي كيتحركوا يعني خاص يكونوا لي زيليكترون كيتحركوا يعني خاص يكون الضو كيتكال يستهلك كيتكونسوما الضو خاص يكون كيتكونسوم من طرف شي حاجة معينة اللي غتخلي لي زيليكترون يتحركوا إلا ما عندناش مستهلك كهربائي راه هذاك لي زيليكترون راهم غير متحركين يعني راه لامبيراج زيرو ولكن بالنسبة للفولتاج يعني بين جوج ديال النقط ممكن نعبروا ليهم لو فولتاج ديالهم اوكي بين جوج ديال النقاط باش كنشوفوا الفرق ديال الجهد يعني الفرق ديال الجهد ما عندوش العلاقة بالحركة ديال لي زيليكترون يعني غير كنشوفوا شحال ديال لي زيليكترون كاينين في هذه النقطة وشحال ديال لي زيليكترون كاينين في هذه النقطة اوكي يعبر لك هو الفرق بين هذاك العدد اللي هنا وهذاك العدد اللي هنا ماشي مشكل ولكن الا بغيتي تعبر لومبيراج هو الحركة ديال لي زيليكترون شحال كيتحرك من الكترون باش يتحركوا لي زيليكترون خاص تكون شي حاجة موجبة جراهم يعني خاص يكون واحد المستهلك ديال الضوء شي حاجة كتاكل ليا الضوء باش هادوك لي زيليكترون يتحركوا وبالنسبة للواط هو راه حساب كنضربوا الفولتاج في لامبيراج ولا عطاوك الواط راه الواط ويعطاك الواط وبغيتي تعرف الفولتاج كنقسموا الواط على لامبيراج عطاوك الواط والفولتاج وبغيتي تعرف لامبيراج كتقسم الواط على الفولتاج صافي كده هو العملية راها سهلة ومازال يعني عندكم واحد العملية هنايا كنظن قدامكم باينة انه 12 فولت في 0.5 أمبير كتعطيني 6 واط وإلا عطيتك هادي 0.5 أمبير و 6 واط راك دير هادي مقسومة على هادي كتعطيك 12 أولا بغيتي تقلب على هادي كدير 6 مقسومة على 12 كتعطيك 0.5 عملية اللي هي سهلة غير خاصكم
تولفوا الممارسة ديال هاد لي كالكول راهم ساهلين. هنا عندنا 3 امبول مثلا، هذه اللي هي 100 واط، وهذه 50 واط، وهذه 10 واط. يعني راه كيفما مثلوها لكم هنايا، اوكي، بحال الجهد ديال هذاك المارطو مطرقة، أن هذه الجهد ديالها صغير، هذه الجهد ديالها مويه، هذه الجهد ديالها كبير. ومنطقيا هذه اللي فيها 100 واط غادي تاكل الضوء أكثر، بما أنها 100 واط يعني راه لومبيراج اللي كتاكل كبير. كذلك هذه قل منها، هذه أقل منهم بجوج، ولكن عاوتاني هذه الضوء ديالها مجهد بزاف، هادي موين، هادي شوية، سي بون. ده هو الفرق اللي كاين بين لي بويسونس. دابا بغينا نشوفو لا ريزيستانس هي اللي بقات لينا بالنسبة لهاد الحصة هادي. La résistance. C'est quoi la résistance? Comme nous tarif dial al kahraba est le mouvement dial des électrons. Yak, avec le mouvement dial hum, qui confie un blocage. Et quel est le blocage? Le blocage au niveau dial hadouk les atomes. كلما كانوا لي زاتوم قراب بزاف، كلما كان هذاك الانتقال ديال لي زيليكترون مزيان، وكلما كان العدد ديال لي زيليكترون اللي كيتحركوا قليل مقارنه بعدد ديال لي زاتوم اللي غيدوزوا فيهم، يعني غادي تكون عندي هذاك الوقت وهذاك لو طون لي غادي تاقلو في هادوك لي زيليكترون كيكون اكبر. كلما هداك الوقت ديال الانتقال ديال لي زيليكترون كان اطول، كلما كنقولو راه المقاومه اكبر. كلما هداك الوقت ديال الانتقال ديال لي زيليكترون كان اقل، كلما كنقولو راه المقاومه اقل. هذا هو التعريف ديال المقاومه، هي عندها العلاقه، عندها العلاقة باش، عندها العلاقة قلنا بلا ديستونس اونتخ لي زاتوم، المسافة بين هادوك لي زاتوم، وعندها العلاقة بالعدد ديال لي زاتوم لي غيدوزو منهم هادوك لي زيليكترو. يعني مثلا قلنا نفس لو كورون إلكتريك، درنا في جوج ديال الخيوطة، اوكي، واحد الخيط غليظ واحد الخيط رقيق، وفيهم نفس الطول. مثلا هذاك الخيط الرقيق غيوصلوا فيه لي زيليكترون للطرف الاخر في وقت اقل من هذاك الاخر. علاش؟ لانه اش غيوقع في الخيط الغليظ؟ لي زيليكترون هما أجسام، يعني ماشي بحال الإنسان، يعني عندها العقل وعندها الوعي، لا تعي هي، يعني هي تتقل في هذوك لي زاتوم بواحد الشكل عشوائي. يعني هي تنتقل عرض، تنتقل طول، ويعني غادي تبقى تضيع الوقت في هذوك القفزات في هذوك لي زاتوم حقاش كتار، من عوض ما يزيدوا هادوك لي زيليكترون القدام
كيبقاو كينقزوا عند هذوك لي زاطون اللي في الجانب ديال هذاك الخيط. فهمتي دابا كيفاش؟ يعني كاين واحد الضياع ديال الوقت من جهة، كاين واحد الضياع ديال الوقت، لأنه هما ما غاديش يسلكوا أقرب طريق، ولا ما عندهمش هما هاد المفهوم، يعني كيمشيو بواحد الشكل عشوائي حسب الجاذبية. ممكن أنهم يسلكوا في هذاك الخيط الغليظ في واحد السرعة قليلة، إلا كانت ديك الجاذبية ديال القطب الموجب اللي كيجرهم عالية بزاف. هذيك الجاذبية إلا كانت واصلهم على الطول ديال الخيط، ممكن أنهم يسلكوا أقصر طريق باش يوصلوا للطرف الآخر. هذا هي التعريف ديال لا ريزيستونس بشكل يعني مبسط وبشكل هذا. كاين واحد الصورة نقدر نوريها لكم، يعني نشوف لكم واحد الصورة فيها ديزيموتيكون. Voilà. حاول أنني نبارطاجي معكم هذه باش نديرو الخلاصة الصورة. واخا الصورة مهمة فيها ان بو دو كوميك، ولكن تعبر على الحقيقة ديال هاد لي تخوا لي تخوا زيليمون ديال ليكتريسيتي اللي كنا قلنا دابا. بالنسبة لو فولتاج، دائما لو فولتاج شنو ماذا يحاول فاش كيكون عندي واحد الفرق ديال الجهد من هاد الجهة أكبر من هاد الجهة أصغر، دائما كيحاول أنه يدفع هادوك لي زيليكترون أنهم يمشيو. هذاك العدد ديال لي زيليكترون اللي هو دافعه هو اللي كنسميه لامبيراج، هو اللي سميه اللي كاتبين عليه هنا لامبيراج، هذا هو لامبيراج. اوكي، منطقيا كلما كان الفولتاج عالي كيكون كيحاول انه لامبيراج يكون هذا، ولكن لا ريزيستونس اللي الوحده ديالها هي اوم، لا ريزيستونس هي ديك لا فورس دو بلوكاج، كتحاول تحدد اوكي وتنقص وتبلوكي من العدد ديال لي زيليكترون اللي كيدوز. ومنطقيا بما انه حنا كندويو على لي زيليكترون والشحنات، هذيك المنطقة ديال لا ريزيستونس الكبيرة كتسخن، لانه كيولي فيها واحد الجيش ديال لي زيليكترون كيوقعوا تصادمات. هاد البلاصه هادي كتسخن بزاف، وهادشي اللي كيوقع حتى في الكابلات. فاش كتكون ان ريزيستانس كبيره، هذيك البلاصه اللي فيها داك البلوكاج لا ريزيستانس الكبيره راها كتسخن. علاش؟ لانه كيكون جايين لي زيليكترون كتير في
فواحد الحدود معينة كيجيو هنايا كيلقاو الضيق، فاش كيوصلوا لبلاصة مضيقة اللي هي اللي كتكون فيها لا ريزيستونس عالية، كيولي عندنا لا شالور. هذا هو الصورة التي تعبر على يعني تلخص بشكل هذا، تلخص لي ديفينيسيون ديال الفولتاج و لامبيراج و لا ريزيستونس.